ليلى علوي تعتبر من أهم الفنانات اللي عرفتها السينما المصرية، واللي حققت نجوميتها بموهبتها الكبيرة وجمالها الشديد. وناس كتير ما تعرفش إن أخت ليلى علوي كانت فنانة لكن اعتزلت. طيب مين أختها وليه اعتزلت؟ وإيه تفاصيل قصة حب ليلى بفاروق الفيشاوي؟ وإزاي تسببت في انفصاله عن سمية الألفي؟ ومين هو الزوج الوحيد في حياتها؟ وإيه قصة ابنها بالتبني؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. اتولدت ليلى علوي يوم 4 يناير سنة 62، والدها مصري ووالدتها يونانية اسمها ستيلا، وكانت بتشتغل مقدمة ومعدة برامج في الإذاعة المصرية، وكانت دايماً بتاخد ليلى وأختها لمية معاها الإذاعة، وكانت بداية ليلى الفنية من هناك، فكانت بتشارك هي وأختها في برامج الأطفال، والبرامج دي كشفت عن موهبتها الكبيرة في التمثيل، وشجعتها والدتها إنها تدخل مجال الفن. وشاركت ليلى وأختها لمياء في صغرهم في فيلم من أجل الحياة، وكمان فيلم فتاة تبحث عن الحب، وبعدها انطلقت في مجال التمثيل. لكن لمياء ما حبتش الموضوع وقررت تبعد عن الفن تماما، وقالت أنا عاوزة حياتي تبقى ملك ليا مش ملك لحد تاني، وقررت الاعتزال وعدم العمل في الفن. واتجوزت لمياء من خارج الوسط الفني وخلفت بنتين هما فرح وهنا، واتجوزت بنتها فرح من الفنان طارق الإبياري، وبتظهر صور كتير بتجمع ليلى علوي بأختها وبناتها. وعاشت ليلى علوي قصة حب قوية جدا مع الفنان فاروق الفيشاوي، لكن في الوقت ده كان الفيشاوي متجوز من الفنانة سمية الألفي، واللي زبطته في مرة كاتب جواب غرامي لليلى علوي، ولما واجهته اعترف لها انه فعلا بيحب ليلى، فطلبت منه سمية الانفصال، وكان دي أول مرة يحصل انفصال بين سمية وفاروق. وبعدها اتقدم فاروق الفيشاوي عشان يخطب ليلى علوي، لكن والدتها رفضت الجوازة دي تماما، واقتنعت ليلى برأي والدتها وبعدت عنه. وصرح الفيشاوي في أحد اللقاءات التلفزيونية إنه حب حياته الحقيقي هو ليلى علوي، وإنه ندمان إنه مقدرش يتجوزها. وفي برنامج كان بيقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، سأل ليلى علوي عن سبب رفضها للجواز من فاروق الفيشاوي برغم قصة الحب اللي كانت ما بينهم، لكنها اتضايقت جدا من السؤال، خاصة انها كانت في الوقت ده متجوزة ورفضت ترد، لكنها اعترفت له انه فعلا اتقدم لوالدتها وهي رفضته. وقالت سمية الألفي انها بعد انتهاء علاقة ليلى بفاروق مثلت معاهم في فيلم الموظفون في الأرض، وقربوا من بعض جدا، فتفاجئت ليلى ان هو بيقول لها على فكرة انت يتعمل لك تمثال في ميدان التحرير، فاروق متعب وشقي، كنت مستحملة ازاي؟ وبعد رحيل فاروق راحت ليلى علشان تعزي سمية، فحضنتها سمية وقالت لها حبيبنا راح. واتجوزت ليلى علوي مرة واحدة في حياتها، وكانت من رجل الأعمال منصور الجمال، وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك. وتعرفت ليلى على منصور الجمال سنة 2003 في حفل عشاء كان في بيت سفير مصر في بلجيكا، وبدأت صداقتهم من الوقت ده، واتطورت علاقتهم لقصة حب قوية جداً، واتجوزوا سنة 2007، وكانت ليلى وقتها عندها 45 سنة، وكان منصور الجمال عنده 63 سنة. وجاب منصور لليلى شبكة ألماز، وكان مهرها عبارة عن يخت ثمنه 1.5 مليون دولار، واستمر جوازهم لمدة 8 سنين، لكن بدأت تحصل بينهم خلافات واللي انتهت بالانفصال سنة 2005، ورفضوا يذكروا أي أسباب للانفصال. وفاجأت ليلى علوي الجميع بإعلان تبنيها لطفل اسمه خالد، وقالت انه ابن واحدة قريبتها رحلت وهي قررت تاخده تربيه، وكان وقتها طفل رضيع، وده بعد ما سألت شيخ في دار الافتاء قال لها دي نعمة جاتلك اوعي ترفضيها. ومن وقتها ربيته وعاش معاها كأنه ابنها، وقالت ان وجوده كان نعمة في حياتها، وهي بتعتبر ان الامومة مش حمل وولادة بس، لكن اللي بتربي برضو بتبقى ام. وظهرت ليلى علوي في اكتر من لقاء مؤخرا مع خالد، واللي دخل مرحلة الشباب وهو حالياً في بداية العشرينات من عمره، وبيتعامل مع ليلى كأنها أمه فعلاً. قولوا لنا بقى أنتم في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه لليلى علوي.